الآن عندنا بعض الطلاب عندما يحفظ القرآن، حتى الحواس يعني كلها تعمل وتحفظ معه القرآن، هو يحفظ يقرأ بلسانه وينظر بعينيه ويسمع أيضا لبعض التلاوات مثلا لقارئ متقن، وكذلك يكتب المصحف. أردنا في هذه الليلة بإذن الله تعالى أن يعني نعرف كيف يستطيع الطالب كتابة المصحف كتابة صحيحة. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا مثل ما ذكرت سابقا، بعد اجتماع مجموعة من كبار الخطاطين في آخر ملتقى أقيم في مدينة المنورة، اتفق الخطاطون جلهم على أن المصحف المعتمد أو الذي يعتمده الطالب أثناء الكتابة هو المصحف الموجود المطبوع في مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة. تمام، حتى اصلا الطالب اظن والله اعلم عند من يعني يدرس القران وحفظ القران يقول للطالب لابد تعتمد نسخه واحده يعني تبدا بها الى نهايه العمر، تمشي صح على هذه النسخه. صحيح. طبعا بالنسبه للنسخ، انا قلت نسخه المجمع لانه هناك نسخ كثيره، منها النسخه الموجوده عند الاخوان المصريين والبلاد المجاوره لهم، طبعه الشمالي، وهذه النسخة لا تبدأ بآية، الصفحة يعني تختلف عن المصحف الموجود الآن لدينا. لو نظرنا هنا الصفحة تبدأ بآية وتنتهي بآية، بعض المصاحف لا تبدأ الصفحة بآية، يعني ربما تجد الآية في بداية الصفحة ولا تنتهي في نهاية الصفحة، لا تنتهي، تنتهي في بداية الصفحة الأخرى. هم عمدا في هذه النسخ حتى أن الطالب يعني تنقلب الصفحة في وسط الآية تقريبا، صحيح، حتى يحفظ على هذه الطريقة. هذه كانت في بعض المصاحف وعليها بعض الحفاظ في القديم. أما الآن ترى في الغالب حتى في الدول النسخ الموجودة هي نسخ المجمع، فنعتمد هذه النسخة ونعتمد هذه الصفحة. نعم، هي بالنسبة طبعا الطالب إذا كان حفظ على نسخة معينة هو الأفضل أنه ما يغيرها حتى لا تتلخبط عليه، صحيح، ويكتب نعم عليها. نعم، لا، طيب، لا إشكال في ذلك. إذا نعتمد نسخة التي يحفظ عليها الطالب، هذا اعتماد النسخة، يعني هذه مثلا الحلقة الأولى. صحيح، جزاك الله خير، بارك الله فيك.